الشكل النهائي اللي ترجع الاكسسوارات حقتها. مرحبا بناتي، اهلا وسهلا فيكم في فلوق اليوم. يوم تجهيز البيت بشكل كامل، خلاص راح نفكفك كل شيء، وقاعده اغسل كل الملابس حقت بنتي وكل الاغراض كلها حقت التكريع، مناشف، كل شيء قماش قاعده اغسله الحين، حتى القماش اللي كان هنا طبعا، لانه راح انظف واقفل من هنا، راح اغسل فراش امي، وممكن احط هنا مرتبه هوائيه للرومان اختي. عموما احنا قاعدين خلاص نستعد، ولادتي قربت خلاص خلال كم يوم ان شاء الله. الحين انا ورامي راح نفك الاشياء، يعني حبه حبه بنفك الكراسي وبنسويها بنحطها في الصاله، اللي هي زي الكرسي الهزاز هذا، وزي وين الكرسي المتحرك الكهربائي اللي هو من فور مامز. بعدين راح نفك سريرها حق النوم، نركبه ونحط المفرش حقه حق السرير، وبنفك العربيه نركبها، والكارسيت ممكن بكرة ولا بعده، يعني في وقت. أبغى كمان أقفل شنطتي حقت المستشفى وشنطة البيبي، كلها راح أسويها إن شاء الله خلال هذه الأيام قبل الولادة بإذن الله. أنا جالسة على كرة اليوغا أحاول يعني أحفز شوية، أخ ظهري مرة كان يعورني أمس واليوم، في أول ما صحيت الصباح سويت اللي قربها هنا وجلست وكذا. الحين أنا بجهز هذه العربة، أحاول يعني وأنا جالسة هنا قاعد أحاول أشوف كيف ممكن أرتبها، يعني ما عندي أفكار، ما عندي يعني لحد الآن ما عندي ترتيب معين، أحتاج إني أمارس، يعني زي ما قلت لكم كثير أشياء أحتاج فيها إنه أمارس عشان أنا أكتشف إيش الأكثر وضع ترتيبا يناسب، مثلا فين أحط الرضاعات أول شيء، ولا أحط تحت، ولا الشفاطات، ولا المناشف، عرفتوا؟ أبغى أعرف مع الممارسة كل يوم راح أكتشف إيش الأفضل ليا. ما في شيء يعني قوانين أنا لازم أتبعها الكل متبعها، ولا أنتم مثلا تشوفوني الحين أرتب تقولون هذا الترتيب الصح، فأنا جبت منظمات قاعد أحاول أفكفك الأشياء اللي كذا، رضاعات ومصاصات وأشياء اللي زي كذا، أو الشفاط وكذا كلها أبغى أعقمها. جهاز التعقيم برضه، جهاز التعقيم أحتاج أفتحه، نحتاج نفكه، نحاول نستخدمه كذا، نشوف له مكان في المطبخ. احتاج اني اتخلى عن اجهزه كثيره في المطبخ، اشيلها وديها المستودع، خصوصا اللي يستخدمها مره كل اسبوع ولا مره كل اسبوعين، نحط بدالها تعقيم رضاعات وتسخين رضاعات وما ادري ايش. خلاص بنفتح هنا الكراتين في المكتب حق نورامي عشان تكون اقرب، الباب الخارجي من هناك. ولد 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 ولد، نفتح العربيه اول شيء. تو اخذت اجازه ما شاء الله. احتمال انه هذه ممكن تركب الكارسيت سايبكس يركب على هذا، احتمال كاتبين يعني في التعليقات. هذا كذا تحويل ولا على طول؟ اظن انه في تحويل، اذا تبغى تجرب جرب. هذه؟ ايوه اتوقع. الله احلى من ايكيا. سهل. اه. اي هذه بالمغناطيس. لا هنا في الجوانب، لين هنا. هنا في الجوانب. شفتها هنا. كذا ما يجي كيري بديت راسك انت، ما تخاف يا نونو. وقفنا انا ورامي اكلنا، جيت واشوف ادور على رامي اقول رامي وينك، خلصت ولا لسه؟ رامي خلص. طيب طبعا السرير مره كان صعب، قاعد يقول انه مو قادر ينجز بسرعه، بس شوفه شوف ايش لقيت جوه السرير،
يعني من الآن، من الآن يا كيري، من الآن في استحلال، من الآن. أنا عارفة قسما بالله قاعد أقول كيري هو اللي راح يستحل كل كراسي وكل الأغراض حقت بنتي، هذا راح يكسر الأشياء. أريكم خلصت الدفعة أولى، الحين دفعة ثانية من الغسيل. سمعت صوت غساتي؟ إن شاء الله أنجز بسرعة. قهوة رامي ولا حلو شاهي؟ لا قهوة. أوكي أنا عكسك تماماً، رح أسوي لي هذه من الأشياء. صدقون هذا الراز بيري ليف ذا، قد تكلمت لكم عنه يمكن قبل 3 سنين 4 سنين، فاكرين البنات في سناب شات قلت لكم أني كنت أستخدمه أيام الدورة، كان يخفف من التقلصات سبحان الله. بس ما كنت أعرف أنه نفسه أوراق التوت، ما كنت أعرف أنها تستخدم أيضاً لي، يعني خلاص الوحدة تبغى تولد، تبغى يعني تيسر ولادتها، تفتح عنق الرحم، تعجل بالولادة، أنه ينفع تستخدمها نفس الشيء يعني نفس أيام الدورة. فطلبت لي علبتين، هذا بريجننسي تي نفس الفكرة، في له رازبيري تي ليف، استخدمه كل يوم مع ملعقة عسل، شاي اوراق التوت بس، وبجلس على كورة. طيب كرة اليوغا وخلاص، راح نوقف انا ورامي من جد من جد خلاص. حتى هذا الشيء بخليه كذا مرمية الين بكرة اصحى ارجع. ليه جنون؟ لا بكرة تجي ترتب معاه كلبي تخيلت. بس خلنا اوريكم السرير كيف شكله النهائي، لان رامي خلاص ضبط 100 100. شوف في احد ولا لا؟ لا ما في احد. الله ريحة الغرفة نونو، ريحتها نونو. المهم شوفوا كيف شكل السرير، خلاص رامي ركبه تماما تماما تماما، والمفرش لسه يعني بكرة قولوا ينشف. فبس هذا هو شكل السرير، راح يكون ان شاء الله جنبي، والمفتوح هذا جهتي انا. طبعا هذا السرير انا عرفته من نوفي بيوتي، هي تكلمت عنه مدحته مرة كثير فاخذته على طول من دون تفكير صراحة. الأشياء اللي أنا اشتريتها بتقولي رنا من فين، من فين هذا الشيء، كل حاجة تكلمت عنها يا بنات، كل شيء كل شيء تكلمت عنه في فيديو مفصل، بحط لكم فيديوين، فيديو عن الملابس ويعني جولة في الدولاب حكي، والفيديو الثاني عن هذه المشتريات حقتي كلها، كلها بتكون صندوق الوصف. بس هذا هو شكل السرير. أهلا يا أهلا وسهلا فيكم. من اليوم الثاني، أمس قبل ما أنام تروشت، تلي كذا الدوش حار على ظهري يا سلام، استشورت شعري جففته. اليوم صحيت حسيت انه غرفتي مكركبة، كل اشياء زي كذا منثرة، ويعني اغراضي شوفوا كيف كلها انا جهزت اغراض شنطة المستشفى، اللهم صل على سيدنا محمد، ابغى احطها عشان نبغى نرتب الغرفة، لان الغرفة صايرة كذا محووسة، كل شيء قرنبع في الارض. في الشنطة خاص واقفل الاغراض خلاص كذا، يعني يكون كل شيء مرتب، واذا في شيء ناقص برجع افتحها. اليوم جالسة اخطط انا ورامي، قلت له خلاص يعني احنا يعني انا قاعدة امشي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عشان أساعد أو أسرع من أنه أولد بسرعة. يعني وصلنا في هذه المرحلة، الدكتور حقتي تبغى تولدني ما هو بشكل طبيعي، تبغى تستخدم معايا الطلق الصناعي، يعني أنه هي تبغى تختار الوقت أو اليوم أو الأسبوع حق اللي أنا بولد فيه، لأنه حملي يعتبر حمل عالي الخطورة، هي تبغى تتحكم بكل شيء في جسمي بحيث أنه ما يصير في علي ضرر أو على الجنين ضرر. فهي خططت لي على يوم، خافت علي أنه أنا الآن أكلمكم وأنا في الأسبوع 38 وما عندي أي بوادر ولادة نهائيا، خايفة كذا متوترة عشان طلق صناعي ما هو طبيعي من ربي، وأنا لي تجربة سابقة مع الطلق الصناعي في حملي الأول بالإجهاض وما كانت تجربتي حلوة ما أدري إيش. بس إنه قاعد أحاول أشجع نفسي. طبعا أنا كلمت كثير بنات، كثير كثير بنات جربوا الطلق الصناعي، وكان يعني أحلى كلام سمعته صراحة كان من نوفي بيوتي، لأنه هي جربت أنها تولد بطلق صناعي مرتين وكانت تجربتها إيجابية، فحفزتني صراحة وطمنتني مرة، عكس البنات الثانيين اللي كلمتهم ليتني ما كلمتهم. فأتمنى يا رب يا رب أنه تكون تجربتي مشابهة لتجربتها وتكون تجربة إيجابية. فأنا قاعد أحاول أنه إيش أحفز نفسي بالأشياء كذا، بقعد أقول يلا خليني أرتب، خليني أنسق، خليني أسوي تنسيقات، خليني أسوي أشياء كذا عشان بعد لما أولد، لأن أنا بتجيني أحلى هدية في الدنيا، جيني أحلى فرحة، عرفتوا كذا قاعدة أفكر بصحة وسلامة وما أدري إيش. الحين أنا جهزت هذه الكيوبس، هذه الكيوبس بنات قد تكلمت لكم عنها، اللي هي تجي زي الصناديق كذا تقسيمات من القماش عشان أنتي تقسمي فيها ملابسك براحة. فأنا هذه قسمتها لنفسي، هذه ملابس لي أنا بعد الولادة. الحين هذه الشنطة كلها راح تكون تجهيزات ما بعد الولادة، يعني بولدت وخلصت وقمت تروشت وخرجت، هذه تجهيزات النونو خلاص، هذه وريتكم إياها في الفلوق اللي قبل، سويت لها تنسيقين مع بطانية ثقيلة. وحسب ما سمعت وزي ما قالت لي رنيم، تقول أول ما ولدوا، مع إني رنيم يعني جهزت لهم لب، ما لبسوها اللبس اللي أعطتها رنيم، لبسوها لبس حق المستشفى. نشوف يعني عاد أنا بجيبه إن شاء الله إنهم يسمعون. هذه ملابسي أنا مرتبتها زي ما قلت لكم، هذه أشياء ما بعد الولادة،
أخذت لي شراريب طويلة عشان أنا برادة، وأتذكر أيام لما رحت أجهض المرة الأولى ودخلوني كذا غرفة الولادة وكذا ومدري إيش، لا أنا ما كنت غرفة ولادة، كان تنويم بس كنت أسمع أحد يولد معاي، لا ولادة شو اسمه، كنت بموت من البرد. الشراب أخذت لي شراب طويل، وأخذت لي روب يدفي في حال لو أنا بردت من الأقمصة اللي جبتها. جبت قميصين مرة خفيفين كذا معاهم روب وقطعة داخلية، بس بوريكم هذا لأنه هذا مرة 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 حلو. هذه معي من أول من سنة تقريبا، شوفوا تنفع يعني أرواب نفاس. طب إيش رأيكم أحط لكم الصورة بدل ما أنا أفكه؟ بس مرة حلو. وبحط لكم هذا صورة القميص الثاني. فأنا أخذت لي بس اثنين احتياطا بناء على نصيحة رنيم. قالت لي رنيم إنه لا تأخذين بيجامة بنطلون أو شيء لأنه ما رح ترتاحين، ما رح ترتاحين أنها تكون كذا ضيقة عليك ولو ستقت. نصيحة خذي قمصان، لأنه هي لما ولدت أخذت قمصان فقالت تكون مرة مريحة. لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، أنا مهيئة نفسيتي ترى من الآن. أعرف أنه شفت تعليقات كثير قاعد يقولون هيئي نفسيتك، هيئي نفسيتك. لا قدر الله أنه تحولت ولادتي عملية، برضو القمصان أفضل في هذه الحالة. إن شاء الله، لا إن شاء الله يا رب أني أولد بشكل طبيعي وسلس يا رب العالمين يا رب. فهذه هي أغراضي أنا لما بعد الولادة. أنا ما راح أحطها هنا في الشنطة، فجأة تذكرت بحطها هنا شنطة النونو اللي لسه ما فتحتها ولا شيء. هذا كيس الملابس الوسخة، وباخذ كمان كيس ثاني. بحط لي ملابس اللي أبغى ألبسها وقت الولادة، وبحط لي عباية نظيفة، لأني شفت واحدة من البنات كتبت لي هذا التعليق الله يسعدها من جد، في تعليقات تجنن كذا ما يخطر على بالي أبدا. قالت لي خذي عباية نظيفة، خذي عباية نظيفة كذا قالت لي، مع إني أنا بروح جاهزة مو إني أنا بروح بولت، بس احتياطا ما حد يعرف إيش يصير بكرة، ما حد يعرف إيش ممكن يصير خلال الأربع الأيام. وهذه يا بنات اللي هي حمالات الصدر اللي تكلمت لكم عنها، ترى أنا أخذت كل الألوان بس باخذ معايا ثنتين. هذه حمالات الصدر الخاصة بالرضاعة، مرة حلوة من شيء إن. بس باخذ ثنتين معاي، وناقص بس احط لي تيشيرت اللي هي ملابس الخروج. الملابس والاشياء اللي ابغى استخدمها اول ما اوصل اللي هي وقت الولادة بحطها في جزء ثاني، ممكن هنا عشان اقرب بسرعة اطلعها، زي مثلا الامشاط ابغى استخدم الامشاط وقت التحكم بألم الطلق. ايش كمان؟ شفايفي مرة جافة، قاعدة افكر اسوي لي كذا مقلمية صغيرة احط فيها مرطب شفايف، احط فيها بكلة حقت شعر، زي كذا الاشياء اللي ممكن احتاجها وقت الولادة، ما احتاج افكفك كل ذا اول ما اوصل. اخذت لي مراية، شوف هذيك المراية فين، هذه مراية تنور من الجوانب، وهنا بحط الميك اب المكياج. بس مو الحين، بعد ما خلاص يعني ابدا اجهز. اخذت لي مجوهرات حطيتها هنا، مجوهرات مره بسيطه بس حلق ذهب وسلسال ذهب فقط. اخذت لي مسك اوكي عشان لو احد جازرني، وعطر. هنا حطيت غسول للبشره، قطن مزيل مكياج، وزيت للجسم، ما بحب ارطب جسمي بزيت، ومزيل عرق. ايش كمان؟ بس ومرطب للوجه فقط اوكي. هنا حطيت هذا الشيء بنات طلبته من اي هيرب، شفت عليه مدح مره مره كثير سواء عند اجانب او سواء منكم او سواء يعني قراتها يعني من تجارب بنات امهات. هذه مناديل تبرد بعد الولاده الطبيعيه، حبيت فكرتها طلبت لي اياها من اي هيرب. واخذت لي هذا البخاخ برضو يمدحونه انه تبخينه على الفوط الله يكرمكم، برضو نفس الفكرة انه بعد الولادة عشان للتبريد، تستخدمين هذه بعدين تبخين هذه كذا حوالينها حوالين الفوط، حاجة زي كذا. بقي اشياء البيبي ابغى اخذ حقها، كريم مرطب حق الصدر عشان الرضاعة. ايش كمان؟ اخذت لي سلك شاحن 3 متر بحسب نصائح البنات، قالوا عشان نشبكه تحت ويمدين يعني اذا كان خصوصا الوحدة تولد بطلق صناعي ممكن تطول يعني تقعد يوم كامل او شيء زي كذا. احتاج انه اكيد يعني اشوف الجوال ولا اي شيء. والدراي شامبو عشان لو ما حد يدري ايش ممكن يصير، ممكن ما اقدر اتروش، ممكن احد طب علي فجاه من معرقه يصير ابخ يعني. نشوف لحظه عاد، انا باخذ كل احتياطاتي زي ما انتم شايفين. خلاص انا قدني جهزت الليسته اللي انا ابغى يعني اخذها معايا. وقت المخاض مويه، تحتاجون مويه يعني، طبعا انا خلاص شرحت الرامي قلت لازم تجيب قوارير، لا تنسى جيب لي قوارير مويه عشان لازم مع كل طلقه الوحده بعد كل طلقه تشرب جغمه مويه عشان نروي العضله وزي كذا. هذه شفتها في فيديوهات رولا قطامي وشي زي كذا حق تشرح كيفيه التنفس وقت الدفع وكذا وقت الطلق. مشط اللي هو المشط عشان اقدر اتحكم بالالم انه يلهيني كذا امسكه في يدين الثنتين، راح اجيب ان شاء الله مشطين. وسماعات حقتي، شاحن سلك طويل، شراريب، صندل، بكلة شعر، بطانية زيادة، سناكس، وخطة الولادة. خلاص قدني ناقشت الدكتورة قبل كم يوم في خطة الولادة حقتي وقالت لي كل شيء تبغينه خلاص هو من حقك وكذا، فعادي يعني مدري يعني هل برجع طبعها ولا لا مدري. تيشيرت تحت لبس المستشفى بعد الولادة، مكياج، فرشة اسنان، مزيل مكياج، المهم انتم شوفوا اللستة وصوروها
طيب في حال لو كنتم تبون نفس أغراضي. أوكي صوروها 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 صوروها. إيش تخمش؟ أهلا أهلا أهلا. إيش فيه؟ قاعدين أنا ورامي نركب ونشطب ونسوي كل شيء. الله خلاص يعني ولادتي قربت قربت مرة مرة خلال يعني يومين 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 بالكثير خلاص أنا بطلع المستشفى. أحلى شيء في الولادات المجدولة يعني مو طبعاً إذا صار ربي يعني يخلاني أولد بشكل طبيعي بطلق طبيعي يعني الحمد لله. أحلى حاجة في إنه أنتي بتولدين بخطة يعني مجدولة إنك أنت تطلعين المستشفى وفي اليوم الفلاني راح تكون ولادتك. أحلى شيء إنك تقدرين تجهزين كل شيء تروحين وأنتي مستعدة تماماً. يعني هذا الجانب الإيجابي الحلو في الموضوع. السرير تركب هنا خلاص حطيته على جنب. يعني ما راح أسوي فيه شيء الحين تماماً إلين يعني نقول مثلاً بكرة أو يعني لما أطلع المستشفى بقرب وزي كذا بقفل الغرفة. وحطيت هناك السلة إذا شايفين السلة حطيت فيها الأغراض بس الكراتين فتحت حق اللمبة حقة الضوضاء البيضاء. يا بناتي تجنن ما هي بس للأطفال تجنن حتى لنا إحنا حتى الكبار تهبل. فأحتاج إني أرتب من هذاك المكان كله. خلاص أنا فرشت المفرش حق بنتي غسلته البطانية حقتها كل شيء تمام جهزت الشنطة حقتها حقت المستشفى بقي أغراض هنا برجع أكمل هالمكياج الأشياء اللي زي كذا. جبت لي سناكات وهذه شنطة المستشفى أيضا جهزتها لأني بس أرجع أزود عليها أشياء. اليوم رح يجوني عاملات يساعدوني بتنظيف البيت بشكل كامل عشان أمي وروان إن شاء الله جاييني. أبغى أغسل الفراش حقي أبغى أجي يعني إن شاء الله من بعد الولادة على فراش نظيف. الحين أغسله قبل ما يجون العاملات عشان يرجعون يركبوا لي اياه. بس هذه هي الان التودو ليست اللي احتاج اسويها الحين. ان شاء الله راح اكمل معكم شغل تشطيبات البيت. اتخيل زي كنا كذا احساس زي كانه تشطيبات البيت قبل وصول النونو الجديد. جهزت فراش لاختي روان طبعا احنا حجزنا التذاكر ما قلت لامي اني انا بروح ولاده ولا شيء عشان ما تقلق. ابغى اولد وكذا ارتاح ويعني ابغى اولد وخلص وهي كذا يعني اقول لها خلاص امي ولدت عشان هي ترتاح. جهزت كل شيء لها بطانية غسلت بطانيات غسلت الفراش سويت لها منشفة سجادة صلاة وشرشف هنا لهم وفرش لروان لأن هي قالت لي لا تحطي لي بالون تكره البالون تبغى مرتبة عادية. حطيت لها مع مخدة بطانية فريش كل شيء نظيف ريحته تجنن. خلاص أشياء بنتي كلها جاهزة بقي هنا عندي صندوق ما عرفت فين أوديه بس بخليه هنا لين خلاص أولد وارجع وأخلص وارتاح. في له الأشياء اللي لسه ما ركبتها حقت أشياء النونو بعدين يصير أنا وروان نتساعد ولا أنا ورامي نكملها بعدين. وهنا حطيت لهم العلاقة هذا النونو حق الاستحمام بس حطيت لهم هنا العلاقة عشان لو يبغون يعلقون عباياتهم أشياءهم. أمي تحب زي كذا تحب لما تيجي تحب تعلق يعني تشيل الشنطة تحط الشنطة تحت السرير تحب تعلق ما تحب إنه مثلا ملابسها تكون في الشنطة. هنا نقلت الأجهزة هذه أمس جلست أسوي عليها رياضة في الليل يعني قلت يمكن تساعدني يمكن تسوي شيء بس يعني لحد الآن الأمور ما في شيء. فتحنا هذه الآن ورامي هذه المقاعد حقت المقعد الهز وهذا إلكتروني بالكهرباء ما ركبنا شوفوا لسه ما خلصنا. استخدمهم من عمر صفر بس لازم يكون الطفل عمره وزنه أكثر من 3.5 كيلوغرام. العربية خلاص جاهزة المراية هنا وهذه الأجزاء الثانية حقت اللي أكثر من 6 شهور خليتها في الكيس بشوف لها مكان في المستودع. الكارسيت أمس رامي نزله وما أدري إذا هو ركبه ولا لا ما سألته بس خلاص نزله في السيارة عشان خلاص نكون أنا يوم مرتاحين يعني لما أولد وخلص وأنا راجع البيت خلاص هو يكون موجود الكارسيت. توريكم إني أنا جهزت هذه العربة هنا لسه ما يعني ما عبيتها بشوف إيش احتياجاتي راح تكون في أشياء لسه ما فتحتها في الأدراج وفي المطبخ أو شوف إيش بتكون احتياجاتي وأرتبها. هذه بس ما نشف التكرير غسلتها صارت نظيفة حلوة كذا جاهزة مرتبة. وهذا الجهاز حق الضوضاء البيضاء يجنن يا بنات أنا جربته شغلته أنا ورامي عجبنا لنا إحنا. وهذا السرير خلاص ركبناه جاهز المفرش جاهز نظيف بس حطيت عليه هذه البلاستيك عشان تحمي وهذه عدل القربة حقتي وهذه مخدة الرضاعة بس خليتها هنا. وهذه شنطتي احتاج انها تتقفل حطيت المكياج أدوة العناية بعد الولادة. هذا المكان كله ماخذ البطانية ماخذة كل المساحة فضالي هذا بس الجزء ان شاء الله اني اقدر اقفلها اذا ما قدرت اقفلها يمكن اكبر الشنطة مدري بس انه انا مرة يهمني اني اخذ البطانية مرة يهمني. نعم ايش تبغى؟ يو كأنهم حاسين
جالسين يطردوني في كل مكان. واخو إن انا جالسه اقرا، طبعا شاركتكم على سناب شات ايش انا جالسه اقرا، كتب حقت الحمل، حقت الولاده، كل يعني كل الكتب حقت الحمل الفتره الماضيه اللي قراتها حطيتها لكم على سناب شات كذا في هايلايت، كلمت عنها ايش الكتاب الممتع، ايش الكتاب اللي استفدت منه، ايش الكتاب اللي ما استفدت منه. الان خلصت كتاب اللي هو هذا، خلصته. طبعا انا جالسه اقرا من الايباد ومن الجوال، Practical Ways to Make Your Birth Better، مره حلو، مره الكتاب حلو. لخصته كذا وارسلت الرامي عشان هو كمان يساعدني، يعرف الخطوات، يذكرني وقت الولادة زي كذا، خصوصا ان انا يعني ما راح تكون ولادتي بشكل طبيعي. مرة كنت احتاج اني اقرأ كتاب زي كذا يفهمني ايش راح اواجه، ايش راح احس، كيف افكر، كيف اتصرف. مرة حلو، انصحكم فيه، انصحكم فيه، انصحكم فيه. اتوقع اني راح انهي هنا البلوج، يعني احس اني محبوسة شوية، راح ينزل لكم كبلوج عشان يبقى لي كمان انا كذكرى، يعني بعدين اتذكر ايش سويت ايش ما سويت.